إلى أوكرانيا ونشوف أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا. ومعنا من كييف الأستاذ علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا. أستاذ علي مساء الخير. مساء الخير حضرتك يا فندم وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بيك. قل لي أولا مع زيادة التوتر بقى الروسي الأوكراني وحلف الناتو وكل هذه التوترات ويعني طبول الحرب التي تقرأ في كل مكان، أولا كلمني عن الجالية المصرية عددها قد إيه، بيشتغلوا فين، حجم عدد الطلبة قد إيه، وموجودين فين؟ والله حضرتك احنا تقريبا عندنا عدد الجاليه مش كبير قوي، ما بين 5000 و6000 ما بين طالب ومقيم. عندنا نسبه الطلبه طبعا نسبه كبيره جدا، حوالي يعني فوق 60%. بالنسبه لاوضاع حضرتك اللي موجوده دلوقتي، زي ما حضرتك شايفين في طبعا تصريحات من دول كثيره، طبعا مش هنخش في التفاصيل معاها، ولكن بالنسبه للجهات المصريه ما فيش اي حاجه جات لنا من مصر. في تعاون مع السفاره المصريه في كييف بعمل حصر شامل لجميع المواطنين الموجودين في اوكرانيا، وبالاخص المدن اللي موجوده فيها الصراعات حاليا. وفي طبعا تعاون مباشر مع مكتب معالي الوزير نبيل مكرم طبعا بكل التطورات اللي بتحصل اول باول. وعملنا طبعا جروبات وجوجل فورم عشان نبدا نعمل حصر دقيق جدا للاماكن وسرعه التواصل لا قدر الله في حاله حدوث اي شيء، وان شاء الله ما يكونش في حاجه. الموجودين العدد اللي موجود في المناطق اللي هي قد يحدث فيها نزاع، قد احنا طبعا ده كله برضو لسه النهارده كان في مكالمه بين بوتين وبايدن، المكالمات بين رؤساء الوزراء الخارجيه ماكرون، يعني في العالم كله يعني بتتصاعد فيه الاصوات عن الحرب، ولكن عدد المصريين الموجودين في مناطق المتوقع اللي هو ربما اذا ما حدث نزاع يكون في هذه المنطقه قد ايه يا استاذ علي؟ يعني حضرتك ما يقرب فوق اكثر من 2000 طالب. دول الطلبه. طبعا اللي طلبة. موجودين في الاماكن دي. اكثر كميه موجودين هناك طبعا. اللي هي المدن اسمها ايه يا استاذ علي؟ حضرتك في دانيسك، لوغانسك، في بعد كده ماريوبل، خاركوف، دي المدن اللي هي الكبيره، وتابع لها مدن صغيره زي كرماتورسك، سلافانسك، مدن يعني ما يقرب من 3 مدن كبيره، وتابع ليها حوالي كمان 4 5 اماكن يعني شبه مدن كبيره. طب هل مثلا السفاره بلغتكم انكم تكونوا ستاند باي مثلا حتى لو جت، عشان لو جت تعليمات، يعني حتى الان لا توجد تعليمات مصريه ولا تصريحات مصريه؟ اخر تصريح من السيد وزير الخارجيه النهارده اننا مصر تنظر بقلق وتتمنى حل المشكله بالطرق الدبلوماسيه، فهل السفاره قالت لكم حاجه ولا يعني انتوا بس عملتوا جروبات عشان تبقوا جاهزين؟ لا، السفاره لغايه حضرتك دلوقتي ما بلغتناش باي حاجه، ولكن احنا بقالنا اكتر من يعني داخلين على اكتر من شهر بالتعاون مع السفاره، وهما كمان السفاره سيادة السفير ايمن الجمال نزلوا على صفحه السفاره طبعا برضه بعمل حصر ليهم، واحنا كمان عملنا حصر بعدد كبير جدا من الطلبه بالتعاون مع السفاره طبعا. طبعا فعلا عدد الطلبه كبير هناك المصريين، حضرتك بتقول حوالي 2000 من الطلبه، هل مثلا اهالي الطلبه ابتدوا يرجعوهم ولا الطلبه مكملين والدراسه عاديه؟ والله حضرتك طبعا اولياء الامور طبعا في نسبه قلق كبيره جدا، احنا متواصلين معاهم، عندنا في اداره الجاليه في عدد كتير جدا من يعني من الشباب متواصلين دايما بصوره مستمره على التليفون الشخصية وعلى التواصل الاجتماعي عشان بس يطمنوا أولياء الأمور، لأنهم طبعا قليلين جدا، بس إن شاء الله يعني نعمل ما يكونش في حاجة في الفترة الجاية، وندعو من الله يعني الأمور تعدى على خير إن شاء الله. إن شاء الله. أنتوا مش قلقانين ولا قلقانين؟ لا إحنا مش قلقانين، لا مش قلقانين، أنا مش عايز، أنا عايز أطمن أولياء الأمور ما فيش حاجة لغاية دلوقتي يعني ظاهرة خالص. السفارة المصرية كمان بتطمنا، لو في اي حاجه احنا جاهزين، يعني في خطه كمان لو في لا قدر الله حصل حاجه، وده سؤال، في خطه موجوده. في خطه، يعني لا قدر الله حصل حاجه في خطه للاجلاء، في خطه للاجلاء، وفي زي ما قلت لحضرتك في تعاون مباشر مع مكتب معالي الوزيره والسفاره المصريه في كييف، بس طبعا يعني حاطين خطه من فتره ان شاء الله، لذلك احنا قررنا نعمل حصر دقيق للناس
بحيث لو في يعني في حاجه ان شاء الله يكون في سرعه للاجلاء فاضي ان شاء الله باذن الله. يعني نتمنى انه ما يحصلش اي حاجه. شكرا ان شاء الله يا فندم. استاذ علي فاروق رئيس الجاليه المصريه في اوكرانيا. ليه بنتكلم على اوكرانيا؟ يعني اكيد الناس كلها سامعه الانباء عن التصعيد ما بين روسيا واوكرانيا ودخول الناتو على الخط ورفض روسيا ان تنضم اوكرانيا الى حلف الناتو ومكالمه بين بوتين طبعا يعني توتر بين روسيا وامريكا ومكالمه طويله 62 دقيقه بين بوتين وبايدن النهاردة الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي. وبايدن قال أنه يعني نحن جاهزون لأي كل السيناريوهات، نفضل السيناريو الدبلوماسي ولكن جاهزين بالعقوبات وجاهزين بكل السيناريوهات. في تصعيد عموما في الأجواء كده، عدد من الدول حذرت من العربية والأجنبية حذرت رعاياها من السفر إلى أوكرانيا، وعدد من الدول الأخرى سحبت رعاياها من أوكرانيا. مصر تنظر بقلق زي ما قال السيد وزير الخارجية وتتمنى حل المشكلة دبلوماسيا، ولكن لم يصدر من مصر أي تعليمات بشأن الجالية.